مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة واسع جداً ومتعدد الابتكار، لكن أن تخوض غمار قطاع المنافسة فيه عالمية وشرسة وأن تنجح به محلياً بمعايير عالمية فهو تحد ليس بالسهل. نتحدث هنا عن صناعة الأفلام الكرتونية، صناعة مكلفة وتتطلب مواهب خلاقة تجذب أصعب مرحلة عمرية وهم الأطفال، والأصعب أنها مكلفة جداً. عبد الله خاض غمار هذا القطاع وأبدع، كيف لنرى. طبعاً ابتكرت عديد من الشخصيات، طبعاً بس ممكن أبرزها أو اللي لاقى انتشار واسع يعني في السوق الإماراتي اللي هو شخصية حمدون. طبعاً الرواج اللي لاقت شخصية حمدون هذا وضع مسؤولية كبيرة علي أنا، وعلى أن أقوم بجهد مبني على الشخصية بحيث أنه يواكب النجاح اللي حققته. فلذلك سعيت أن أبحث عن تمويل للأفكار اللي بتكون حول مشروع الشخصية هذه. كان بداية استثمار تجاري، أو هل ممكن يكون مسلسل كرتوني، أو هل يكون قصص، لكن الحمد لله يعني توفقنا أن استقرنا في النهاية أن يكون يطلق بشكل كبير، أن يكون مسلسل كرتوني. والحمد لله يعني توفقنا بإقناع صندوق خليفة عام 2009. بعد ذلك الحمد لله أيضا توفقنا بالحصول على رعاية من هيئة أبوظبي للسياحة والثقافة لتمويل المشروع، وأيضا مش بس تمويل المسلسل، أيضا هم حبوا أن تكون الشخصية عندهم بشكل حصري مدة 5 سنوات. يا مرحبا الساعة المليون. عملية إنتاج الكرتون أهم شيء فيها الفكرة الجديدة الغير مسبوقة. طبعاً إذا أنت عندك فكرة وعندك أيضاً تحمل الصعاب اللي راح تواجهها، أيضاً والتحدي يعني تحمل التحدي اللي راح يواجه العمل، لأنه يبغي له شغف ويبغي له التزام بعمل جاد. يعني صح في النهاية ينتج لنا 11 دقيقة حلوة نشوفها، لكن هي هذه يمكن فوق طاقم يمكن أكثر من 250 شخص لازم على أساس إني ينفذ عمل مثل هذا. بالنسبة يعني للشخصية، على أساس أنها تتوجه إلى أسواق عالمية أو للإصدار لازم يكون أصلاً مصمم بطريقة عالمية. يعني ما ينفع أنك تقوم بإصدار يعني بإمكانيات محدودة وإمكانيات محلية، وحتى الأفكار محلية يعني أفكار الحلقات يعني تناسب الجمهور المحلي لكن لا تناسب الجمهور العالمي. هنا ستجد صعوبة جداً للوصول أو حتى إقناع القنوات الأخرى أنك تشتري العمل هذا وتبدأ تعرضه على قنواتها. فهذا الشيء لازم تحرص عليه، أن يكون العمل مصمم على المقاييس العالمية واللي ممكن يكون مكلف في البداية، وأيضاً يكون القيم اللي فيه قيم تناسب الجمهور العالمي يعني بحيث أنه ممكن يتقبلها يعني. يا مرحبا الساعة المليون. رغم إبداعاته إلا أن مطبات قاسية ما زالت تعترض طريق عبد الله. سنستعرضها مع استشاري تطوير المشاريع والخبير في مجال الأنيميشن والكرتون إياد البغدادي بعد أن نلقي نظرة سريعة على الدعم الذي تلقاه عبد الله الشرهان. شخصية حمدون التي أسسها عبد الله من خلال شركته أجيال ميديا دخلت في مجالات عديدة كمجالات الأطفال والرسوم المتحركة والقصص المصورة والمواقع الإلكترونية وغيرها. تلقى عبد الله دعماً من صندوق خليفة ومول الرسوم المتحركة هيئة أبوظبي للسياحة ل5 سنوات.
إذن ينضم إلينا استشاري تطوير المشاريع والخبير في مجال الأنيميشن والكرتون إياد البغدادي. سيد إياد أهلا بك، بداية ما هو تقييمك لمشروع عبد الله؟ عبد الله من الشباب المناضلين، يعني من الشباب اللي بالرغم من مصاعب على مدى سنوات، من الشباب اللي فعلا كانوا أولا متحمسين جدا، حابين شغلهم، عارفين يشتغلوا صح، وعنده يعني عنده الباشن، عنده القدرة انه يستمر لفترة طويلة، وعنده القدرة انه يفتح جميع الابواب، عفوا يعني يدق جميع الابواب حتى يفتح له باب. فانا بحييه جدا، يعني بحييه جدا على شجاعته وعلى نضاله. طيب، هل لك ان تعطينا فكرة عن خلفية صناعة قصص والافلام الكرتونية من حيث التكلفة وكيف تتم؟ غالبية الشركات الكرتون اللي في الامارات ما بتعمل برودكشن في داخل الامارات، يعني ما بتعمل الاستوديو نفسه مش موجود في الامارات، غالبيتها بتكون بري برودكشن في الامارات، بعدين بترسل العمل الى دول اخرى. اعتقد عبد الله ببعت على كوريا، لكن في كمان شباب ببعت مثلا على مصر، على باكستان، على الهند، على اساس تخفيض، يعني اولا اما انه لحرفيه العمل او لتخفيض التكاليف، لان طبعا برودكشن انيميشن برودكشن مكلف جدا، وهذه النقطة للأسف مش واصلة لكثير من الكلاينتس اللي في الإمارات، لأنه ما أعتقد أنه فكرة حجم التعقيد اللي لازم يمر فيه الفريق عشان ينتج عمل كرتوني ولو كان عمل كرتوني قصير، أعتقد مش واصلة لقطاعات كبيرة جدا من الشركات في الإمارات. طيب سيد إياد، لنستوضح أكثر منك عن موضوع التكلفة، إذا أخذنا مثال شركة أو عميل يلجأ إلى أفلام الكرتونية القصيرة بغرض التسويق، ما هو متوسط التكلفة في هكذا حالات؟ إحنا نقيم على ستوري بورد، يعني إيش هي الفعاليات، إيش هي الأفعال، إيش هي الحركات اللي بتحصل في خلال هذه الدقيقتين، لكن يعني بشكل رف، بشكل جدا جدا يعني مقتضب، بشكل مخل، يعني ممكن نحسبها انه والله انه لو كواليتي انيميشن ما بين 200 الى 300 درهم في الثانيه، اذا كان مثلا نتكلم احنا على اقل من دقيقه او اقل من دقيقتين، واذا كان نتكلم على هاي كواليتي ممكن توصل ل 500 درهم في الثانيه. عبد الله أمن الدعم لمشروعه من جهتين ونوع بين المجلات والقصص والفيديوهات، وربما جهده كان مضاعفا لأنه رسم أهدافا تثقيفية وراعى مبادئ وقيم محلية توجه بها للأطفال، لكن هدف عبد الله يمتد خارج المنطقة إلى العالمية، هل توافقه؟ والله عبد الله هدفه بالنهاية هو الوصول العالمية، وهذا هدف أي شخص بيعمل كرتون في الإمارات أو في الوطن العربي بشكل عام يدرك تماما أنه إذا هو حصر الماركت تبعه، حصر السوق إلى الإمارات فقط أو إلى الوطن العربي فقط، فمش رح يوصل من ناحية مادية، نتكلم على من ناحية مادية مش رح يوصل لبزنس موديل أو لنموذج أعمال يعني ممكن يستمر. فلهذا السبب طبعا بيطمح للعالمية، مش فقط لأنه هو طموح، هو أكيد طموح، لكن كمان من ناحية استمرارية البزنس. وهذه المشكلة حاليا بتواجهنا جدا، لأنه صراحة يعني إذا بدنا نقول على التارجت المفروض يحطه عبد الله أو أي شخص بيشتغل في الميديا في الوطن العربي، البزنس موديل، نموذج العمل نفسه، طريقة سير العمل لازم تكون لها نوع من الاستمرارية، وهذه المشكلة حاليا. طيب، رأينا منتجات كرتون عربية نجحت ووصلت للعالمية لكنها لم تصل للمشاهد العربي، لماذا برأيك؟ والله أنا دائما برجع إلى الإكزامبل الكرتون الياباني لأسباب عديدة. أولا لأنه فعلا محبوب جدا في الإمارات، وأنا هذا يعني أنا شفته بنفسي وعينته بنفسي، لأنه كنا بنشتغل بشكل يعني لمدة سنوات مع طلاب المدارس، طلاب الجامعات والموهوبين في الإمارات، خاصة من أبناء الإمارات، وفعلا يعني فعلا بحبوا، في حب وفي عشق للكرتون الياباني. الميزة تبعت الكرتون الياباني انه مغرق في المحلية، هو ما طلع الكرتون الياباني عشان نقول والله انه احنا بدنا ننشر السلام في العالم او بدنا ننشر قيم حضارية او كذا، هو اللي عمله انه ركز بشكل كبير جدا على الفكرة وعلى الجمهور وعلى الكواليتي، الجودة تبعت العمل نفسه، وطبعا ركز كمان على الثقافة اليابانية والتاريخ الياباني،
وبهذا هو مجرد الإغراق أحيانا، يعني الإغراق في المحلية قد توصلك إلى العالمية. وأعتقد أنه عبد الله ماشي بهذا الاتجاه. نعم، سنستمع معا إلى نقطة مهمة جدا أثرها عبد الله ومن ثم نناقشها معك. بالنسبة للبداية، أنا في بدايتي لما تقدمت إلى صناديق الاستثمارية لدعم الشباب، كان في بداية تقدمت لصندوق لمؤسسة دبي لدعم مشاريع الشباب، فقدمت بفكرة ودراسة جدوى لمشروع صغير استثمار شخصية حمدون في مبيعات التجزئة كهدايا تذكارية وهالأمور. لكن هم لما شافوا نجاح الشخصية وانتشارها، وفي يعني وفي مقياس اوريدي مجرب ومعروف ان الشخصيه الها بيكون الها جدوى كبير في الانتشار، نصحوني اني ابدا بدايه كبيره يعني. وبالفعل يعني تقدمت، عدت العمل على دراسه الجدوى، وعلى اساس انها بدل ما تكون قائمه على مبيعات التجزئه، لا، ان قائمه على انتاج الملكيه الفكريه اللي هو مثل شخصيه حمدون او ملكيات فكريه اخرى نطورها داخل الاستديو ونبدا نسوقها ونروج لها، بحيث انها تكون هي قيمه يعني تكون مثل اصل عندنا وتزداد قيمتها يعني مع الأيام. طبعاً أنا من تجربتي بصراحة، إذا كان الشيء الواحد اللي يبغي يسوقه ما عنده أي، ما عمل أي تجارب سابقة له، أو ما عنده أي مثل ما تقول مقياس حقيقي في السوق أو من استبيانات أو من هذا، يفضل أن يبدأ أول شيء بداية صغيرة، أول شيء يقيس تجربة ردود فعل الناس. سيد إياد، المسألة التي أثرها عبد الله هو السؤال الذي انطلقنا به في حلقتنا هذه الليلة، برأيك حتى ينجح المشروع خاصة في هذا القطاع، هل يجب أن يبدأ بداية كبيرة؟ بالميديا بشكل عام احنا ما بنتكلم، خلينا نتكلم احنا على مشروع بمثل مشروع عبد الله اللي هو انه البرودكشن خارج البلد. يعني احنا بنتكلم انه في انه اللي بيحصل هون في الإمارات او اللي بيحصل تحت مظلة شركة عبد الله هو البري برودكشن، كتابة القصة، تسجيل الصوت، الستوري بوردينج، سكتشات الى اخره، الكاركتر ديزاين، هذا اللي بيحصل في الامارات. غير هيك من البرودكشن طبعا بيحصل بقى خارج البلد. الميديا بشكل عام ليبر انتنسيف، او يعني خلينا نقول اتش ار انتنسيف، بمعنى انه غالبية البادجت ما بتروح على اكويبمنت ولا بتروح على ستوك ولا كذا، ما في بضاعة يعني مثلا عشان نعملها تمويل، ولا معدات مثلا خطيرة عشان نعملها تمويل، إنما غالبية البادجت اللي احنا بنطلبها، اللي احنا بنطلب تمويلها يعني، رح تروح على عملية الانتاج نفسها. لهذا السبب يعني خلينا نخرج ناخذ خطوتين لورا ونقول انه اي مشروع الأولوية الأولى للمشروع هو انه يكون في income stream، انه يكون في يعني خط دخل مستمر، ويكون في نموذج للعمل نفسه، نموذج للبزنس نفسه، بزنس موديل سستينبل يعني يقدر يستمر. إذا إحنا ما عندنا هذه النقطتين ممكن إحنا نستمر 10 سنين، لكن ما عندنا يعني ممكن ننتج شغل جميل جدا، لكن ما وصلنا إنه نقدر نقول والله إنه إحنا واقفين على إجرينا. نعم، أخيرا بتقييم سريع لتجارب الشباب العرب في إنتاج الأفلام الكرتونية والإبداع بهذا القطاع، كيف تقيم المستوى؟ بشكل عام أنا لا أشك أبدا في كمية الإبداع اللي موجود، بلاش أقول في الإمارات فقط لكن بالعالم العربي بشكل عام، وإن كان أنا يعني معاينتي هي معاينة لدولة الإمارات بالذات، لا أشك أبدا بحجم التالنت الموجود في الإمارات من ناحية كتابة القصة، من ناحية سيناريست، من ناحية كاركتر ديزاين، من ناحية تسجيل أصوات، من كل النواحي جميع المقومات موجودة. المشكلة كما ذكرت في أول اللقاء، هي المشكلة دائما بتكون في السوق، يعني كيف الشركة هذه، الشركة اللي بدها تعمل كرتون، how will it make money، كيف بدها تعمل ربح، ومن وين بدها يجي مكسبها. في دول أخرى مثلا، احنا نتكلم والله مثلا على أمريكا أو نتكلم على أوروبا، في جهات داعمة، في شو اسمه قنوات تلفزيون هي كمان بتدعم. يعني المشكلة دائما انه احنا بنحاول نبني شركة في الوطن العربي باستخدام نفس الاسلوب اللي ممكن نقول والله انه هو بنجح في امريكا وبنجح في اوروبا، لكن مش مقوماته مش موجودة عندنا في العالم العربي. فوظيفة الانتربرنور هون، وظيفة رائد الاعمال، انه هو يعني يبحث على نموذج عمل، وإن كان هو طبعا لازم يخرج بتفكيره خارج الصندوق، يعني
he has to think outside the box. إنه يخرج بنموذج عمل مستمد من الواقع الموجود في العالم العربي. نعم، إذن شكرا جزيلا لك استشاري تطوير الأعمال إياد البغدادي، حدثنا من دبي. ختاما نستعرض معكم أبرز تعليقات متابعي البرنامج على موضوع حلقة اليوم، ما إذا كانت بداية المشروع يجب أن تكون كبيرة أم بالتدريج؟ أحمد العروسي على فيسبوك يقول: مستقبل نجاح أي مشروع خاص يعتمد على النمو التدريجي من أجل اكتساب الخبرات اللازمة. علاء الحلواني من جهته يرى أن النمو التدريجي لأي مشروع هو الأساس لنجاحه، لكن لابد من وجود زيادات كبيرة على فترات متباعدة. أما أحمد منصور محمد فيعتقد أن نجاح أي مشروع يعتمد على نوعه ومكان السوق وجودة المنتج. ياسر السيف على تويتر يشير إلى أن الانطلاقة الكبيرة سبب نجاح أي مشروع. هذه كانت حلقة اليوم. لمشاهدة برنامج أفاق الاستثمار زوروا موقعنا skynewsarabia.com/web/afaq. كما يمكنكم دائما مراسلتنا على بريد البرنامج afaq@skynewsarabia.com. إلى اللقاء.